كنا جايزين هنا في الشارع كنسمعوا كاين الحرق فهمت تفضل هادي كراهي كنا واحد مجموعه الدراري جينا جبنا هنا السكان ديال الحي الدري الحومه ديالنا اللي طلع مع الدار هادي اللي طلع هادي كنا كنمشيو العافيه بديك الشيء باسلوب تقليدي بسطوله وبقوام فهمت حتى جات لومبيلونس تعطلت لينا واحد نص ساعه ولا 45 الدار فيها تبارك الله فهمت حيت الدار الورات فيها شي ثلاثه العائلات ولا اربعه كل عشر بعد الناس خرجوهم كاملين خرجوا في غيبوبه ما عرفناش لحد الان شنو وقع له جينا جبرنا العافيه هنايا الساعه والله ما بقينا عقلينا خايف تلفنا حنا متلوفين بالنا مع الدار والناس خصنا نجبدوا الناس وخصنا نشوفوا الشباب تبارك الله الشباب قاموا بواحد المجهودات بلا ما نقول لك وصافي واحد المجهودات جباره لا من ايوب لا من الدراري لا من منير المهم نقدنا اللي نقدنا وخرجنا اللي خرجنا وهاد المره كنطلبوا من السلطات ما يعيطوا لهم يجيو في الوقت راه الشباب راه تبارك الله هنايا راه كلشي تعاون السبب العافيه شنو السبب العافيه كيقول لك بوطه صغيره هادشي اللي كاين حنا جينا ما جبرنا جبنا موطور ثلاثه الروايات جبنا سلالم جبنا المهم مجهودات كامله عملناهم بفضل هاد الشباب هادو اللي كنطلبوا انا يتعاونوا مع هاد الناس راه الحاله ديالهم لا يرثى لها انت دخلتي وشفتي معنا وشفتي الحاله ديالك بيدك وراه الله اللي عالم كما حنا ما بغيوهاش خوتنا بغيوها الناس هادو يتعاونوا معاهم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.